صادات الدفاعية، تدريب طيار الطائرات. لدى الصادات الدفاعية القدرة والإمكانية لتدريب الطيارين المقاتلين من خلال توفير تدريب الطيارين والتدريب على أنواع الطائرات والتدريب على القتال لجميع أنواع الطائرات والمروحيات للطيارين في الدولة الطالبة للخدمة من خلال 3 دورات منفصلة يتم تقديمها من قبل طيارين معلمين متقاعدين بعد أدائهم الخدمة بنجاح في القوات المسلحة التركية. عينات من البرامج التدريبية للقوات الجوية: برنامج تدريب القفز المظلي، برنامج تدريب أنشطة طائرات الهليكوبتر، برنامج تدريب عمليات بحث وإنقاذ الطيار، برنامج تدريب عمليات السفن باستخدام طائرات الهليكوبتر، عملية الإخلاء، تدريب صيانة الطائرات، تدريب نوع الطائرة، تدريب طيار الطائرات، تدريب صيانة طائرات الهليكوبتر، تدريب طياري الهليكوبتر، تدريب عمليات طائرات الهليكوبتر، الحرب الإلكترونية، تدريب طياري المركبات الجوية بدون طيار، التدريب على الصواريخ المضادة للطائرات والدفاع الجوي. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني لمراجعة عينات حزمنا التدريبية المخصصة للقوات الجوية. لا تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر، ولكن يمكن أيضا إنشاء مجموعات تدريبية حول الموضوعات المطلوبة. تدريب طيار الطائرات: تقوم شركة صادات الدفاعية بتخطيط وتنسيق وتنفيذ تدريب الطيارين وفق المعايير الدولية داخل أراضي الدولة الطالبة للخدمة. يمكن أيضاً التخطيط لتدريبات الطيارين وفقاً لاحتياجات البلدان. يتم الانتهاء من تدريبات الطيار القياسية بمدة أقلها سنة وأقصاها 2. يتم تنظيم شهادات الطيارين وفقاً للبلدان ذات الصلة أو يتم الحصول على شهادات الطيارين من خلال استكمال التدريب ضمن معايير هذه البلدان. مواضيع التدريب ومدتها: تدريب الطيران يتم تطبيقه بحد أدنى 214 ساعة و30 دقيقة ويستغرق 1 سنة. تدريب ATPLA النظري يستغرق التدريب النظري 774 ساعة 6 أشهر في المجموع. تتكون التدريبات النظرية الأخرى من التدريب الفني للطائرات والتدريب النظري على الأدوات الأساسية والأدوات الإجرائية والملاحة والتدريب النظري على سلطة الصنوف ونظام إدارة السلامة SMS والتدريب على سلامة الطيران ودورة التدريب على الوقاية من الحالات غير الطبيعية والإنقاذ المتقدمة AUPRT والتدريب على التعاون مع طاقم الطيران MCC وتدريبات مشابهة مجموع ساعاتها 112 ساعة. الكفاءات المطلوبة للمشاركة في الدورة: أن يكون عمره 21 عاماً على الأقل، أن يكون خريجاً من مدرسة ثانوية على الأقل أو ما يعادلها، أن يكون حاصلاً على شهادة صحية من الدرجة الأولى سارية المفعول صادرة عن المديرية العامة للطيران المدني، إثبات المرشح أنه ليس لديه سوابق جنائية. الإمكانيات التي سيتم اكتسابها بنهاية التدريب: سيتم منح المتدرب رخصة قيادة الرحلات الجوية الخاصة والتجارية، وسيكون جاهزاً أيضاً لتلقي التدريب على الطائرات العسكرية. مدة الدورة: تتكون من 6 أشهر من الدروس على الأرض والتدريب النظري، و1 سنة من الطيران والتدريب العملي. هكذا تكون المدة الإجمالية 18 شهراً، نظراً لأنه يمكن أن يتم تمديد فترة التدريب على الطيران اعتماداً على الظروف الجوية، فإن الفترة القصوى ستكون 2. من يمكنه الانضمام إلى دوراتنا؟ جميع خدماتنا التدريبية والاستشارية مخصصة للقوات المسلحة وتشكيلات قوى الأمن الداخلي في البلدان الصديقة والحليفة. لا يمكن المشاركة في تدريباتنا بشكل فردي.